وللتعقيب على الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الدوحة المعارض السوري المستقل خليل المقداد. مرحبا بك سيد خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا بك. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول إن قصف النظام على مناطق خفض التصعيد أدى إلى مقتل المئات منذ نيسان الماضي. هل يمكن أن تسمى مئات الغارات خروقات لاتفاق خفض التصعيد كما يقول الائتلاف؟ يعني نحن أمام مجازر حقيقية، نحن أمام حرب إبادة، نحن أمام مسألة تهجير تستهدف الإنسان والشجر والحجر. منذ نيسان وحتى الآن قتل أكثر من 700 شخص مدني أعزل، وهجر أكثر من 50 أو 60 ألف. اليوم فقط خلال يومين من معرة النعمان لدينا حوالي 3000 جريح منذ نيسان الماضي. هذا الأمر يعني لا يمكن اعتباره خروقات، لأنه عملية إبادة وتهجير ممنهج. الناس الذين تجمعوا في هذه المناطق الآن يفترشون العراء، يفترشون البساتين، يفترشون حتى هذه البساتين لم تسلم منهم، لذلك لا يمكن اعتبارها خروقات، يمكن اعتبارها جرائم بحق الإنسانية يجب أن يحاسب عليها مرتكبوها. لكن للأسف نحن أمام مجتمع دولي تكالب اليوم، ويبدو أنه مصر على مسألة إخضاع إدلب وحماة أو ما تبقى من محرر لسيطرة النظام، وهذه خطة دولية معروفة، لأنه لم نسمع أي رد فعل حتى الآن. حتى اللاءات والخطوط الحمر التي تعاهد بها ترامب وغيره كانت عبارة عن عدم استخدام الأسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الكيميائية، يعني بمعنى سنأتي لهذا الموضوع لو سمحت أستاذ خليل، ولكن دعني أتساءل معك عن هدف النظام والحليف الروسي من وراء هذه الهجمات البشعة. الهجمات معروفة يا سيدي، أنا منذ البداية قلت وأكدت أنهم لن يسمحوا لإدلب أو حماة أو أي منطقة محررة أن تغرد خارج السلب. الهدف هو إخضاع هذه المناطق وإعادتها لحضن النظام المجرم القاتل. وطبعا بعد يعني هي المنطقة الوحيدة التي يمكننا القول أنها تقاوم الآن، لأن المناطق السابقة تم تسليمها في حمص، في الغوطة، في حوران، تم تسليمها سلما وبمسرحيات هزلية مفضوحة مكشوفة. الآن التصريحات حتى نصر الحريري وغيره من هيئة المفاوضات الذي يطالب بتحرك المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري، أليسوا هم من سهل هذه الجرائم؟ أليسوا هم من أمر الفصائل بالتسليم؟ أليسوا هم من دعم نظام الأسد؟ أليسوا هم من يمول الحملات الروسية على الشعب السوري؟ من هو هذا المجتمع الدولي المتكالب المتآمر، وما هو دور هيئة المفاوضات في هذا الأمر؟ هيئة المفاوضات بدل أن تطالب المجتمع الدولي بالتدخل عليها أن تبدأ بنفسها، عليها أن تعلن حل نفسها، عليها أن تعلن الانسحاب من المفاوضات. وماذا بعد الحل، وماذا بعد الانسحاب من المفاوضات؟ بعد الانسحاب من المفاوضات ستنزع الشرعية يا سيدي. والله لولا هذه المعارضة الهزيلة، لولا هذه المعارضة المخترقة حتى النخاع، لما اكتسب النظام شرعية. دعني أعود إلى الـ إلى الـ إلى العام 2013 عندما كان هناك مخطط دولي لنقل السلطة سلما وإنشاء حكومة مؤقتة وإصدار جوازات سفر باسم المعارضة. من الذي تصدى لهذا المشروع وأفشله؟ ليست المعارضة؟ ألم يستقل معاذ الخطيب من 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 منصبه يوم سلم رئاسة الجمهورية العربية السورية باسم المعارضة؟ أليسوا هم من أفشل مشروع إقامة إغلاق سفارات النظام؟ هؤلاء اعتبروا أن الحل أن هذا هكذا إجراءات ستسهم في وأد الحل السلمي أو الحل السياسي. إذا نحن أمام معارضة مخترقة يمكن اعتبارها أي شيء إلا أنها معارضة، لأنها تمثل النظام ولا تمثل الشعب السوري. أمام رغبة النظام وحليفه الروسي بالتوصل إلى تسوية نهائية، وفي ضوء ما تفضلت به من إمكانيات للمعارضة، ما يعني السيناريو القادم أو ما مستقبل الأوضاع والأحداث في سوريا؟ يعني يؤسفني القول أن المآلات يعني سوداء. أنا أقول دائما أن الأرض هي من سيحسم، لكن أيضا علينا أن نعلم أن لكل شيء حد. يعني حتى الآن الفصائل متماسكة، لكن إلى متى ستبقى متماسكة وحده الله يعلم. وروسيا ونظام الأسد يستخدمون سياسة الأرض المحروقة للضغط على هذه الفصائل من خلال تيئيس الحاضنة الشعبية، من خلال تهجيرها، من خلال إذلالها، من خلال إجبارها على المطالبة بوقف المعارك والتسليم والعودة للنظام.
بحضن النظام، هذا هو المخطط المرسوم. يعني عندما تقوم أنت بمهاجمة المدنيين ماذا يعني هذا؟ أنت لا تهاجم أهداف عسكرية، أنت تقصف المدنيين وتقتل في كل يوم 20 و30 و40 و50 شخص. يعني اليوم لدينا حصيلة أكثر من 50 شهيد. إذا هؤلاء جميعهم عزل، جميعهم أطفال ونساء ورجال. أنت لا تقاتل فصائل، الفصائل موجودة على خطوط النار وعلى الجبهات، لكنك لا تستطيع التقدم لأنك نظام هزيل، نظام ضعيف، نظام مخذول لا يمكن أن يصمت. وهنا لابد من التساؤل، لماذا لا تفتح الجبهات؟ لماذا إذا كان النظام مصر على الإبادة والتدمير والتهجير، لماذا لا تفتح معارك اللاذقية؟ لماذا لا يتم تنفيذ عمليات في عمق مناطق النظام؟ الفصائل هل تقصد أن المعارضة تملك ذلك الإمكانيات إلى ذلك ولا تفتح هذه الجبهات؟ طبعا بكل تأكيد المعارضة تملك الإمكانيات وتستطيع فعل المعجزات، لكنها رهينة التفاهمات الإقليمية والدولية، وهي لا تستطيع أن تخالفها حتى الآن لسبب أو لآخر. لا أريد أن أخوض في هذا الوقت حتى لا أتهم بأنني أخذل، لكن المعارضة تستطيع فعل أكثر مما تفعله الآن. لا يجب التوقف عند التصدي للهجمات التي يشنها النظام وأفشالها. النظام ضعيف، لا يهاجم إلا بعدة مئات من المقاتلين، يهاجم بفصائل المصالحات، بفصائل النمر. النمر الهالة الكرتونية التي صنعوها ليس لديه أكثر من 500 مقاتل. روسيا وصلت الفكرة مرتزقة. سيد يعني هذا يعني أنا هنا المعارضة يا سيدي، عندما يجرى استطلاع في أوروبا، دعني أكمل ولو بدقيقة واحدة فقط لو سمحت. المعارضة التي تسلمت مئات الملايين من الدولارات لم تستطع أن تغير الرأي العام العالمي. عندما تجرى استطلاع للرأي عن سبب هجرة السوريين ثم تأتي 80% من النتائج أن السبب هو داعش والنصرة أو القاعدة، هنا لابد من إثارة. أشكرك جزيلا سيد خليل المقداد المعارض السوري المستقل، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الدوحة.